طيب تذكروا بأول محاضرة حكينا إنه إحنا أهمية الأبزورشن حتى يوصل الدوائر عندنا، كان الأبزورشن إلى بالضبط سيركوليشن، حكينا في أكثر من فاكتور بيأثر عليها اللي هو فيسيولوجيكال، فيزيكال، كيميكال والفورميوليشن. وحكينا بالنسبة للفيسيولوجيكال في عندنا الممبرين فيسيولوجي تمام، وفي عندنا ترانسفير اوف ذا دراج اكروس ذا سبيسيفيك كاريرز، وفي عندنا الجي اي تي فيسيولوجي. طيب هسه حكينا الممبرين فيسيولوجي، حكينا هو عباره عن فوسفوليبيد بايلير، فبالتالي هو عباره عن بارير بيسمح للادويه اللي بتكون ليبيد انها تمر من خلالها تمام. وحكينا بيكون فيه بروتينز بتكون هي نحكي هيدروفيليك ان نيتشر، وبيكون فيها كمان كربوهيدرات تمام. وحكينا بالنسبه للترانسفير اكروس ذا ترانسفير اوف ذا دراج اكروس ذا ميمبرين، حكينا في عندنا بيكون سبيسيفيك ترانسبورت، واحده منهم اللي بنسميها الكارير ميديتد، حكينا امثله على الكارير ميديتد اللي بيكون الاكتيف ترانسبورت. حكينا موضوع الاكتيف ترانسبورت انه بتكون هي عكس الكونسنتريشن جريدينت بحاجه لاي تي بي. حكينا كمان انه في عندنا مشكلتين نصادفهم اللي هو موضوع الكومبيتيشن وموضوع الساتوريشن. حكينا كمان عن الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هي تشبه الباسيف ديفيوجن، انه بيكون عندنا انتقال الموليكولز او الدرج من اعلى تركيز لاقل تركيز، ولكن بتختلف انه انا بحاجه الى سبيسيفيك ترانسبورترز او سبيسيفيك كاريرز الها. وحكينا بنعاني كمان من نفس المشكله اللي هو موضوع الساتوريشن والكومبيتيشن. وحكينا عن الشيء الثالث اللي هو البي جلايكوبروتين، والبي جلايكوبروتين حكينا هو واحد من وسائل الريزيستنس، وهو بيعمل اي فلكس وليس ان فلكس، فبالتالي بيضطر الدواء والموليكولز الى خارج الخليه تمام. حكينا الباث في عندنا كمان الباسيف ديفيوجن اللي هو اغلب الادويه واغلب الموليكولز تتبعه، اللي هو انتقال الدواء والموليكولز من اعلى تركيز الى اقل تركيز تمام. وهو زي ما حكينا هو اغلب الادويه او الموليكولز تمر عن طريقه. وحكينا في عندنا عن الفيكس فيرست لو، وحكينا شو هم البارامترز الموجوده وشو تاثيرهم على الريت اوف ديفيوجن. كمان حكينا عن الفيزيكال ترانسبورت، الاندوسايتوسيس والاكسوسايتوسيس، وشو المقصود بالبنتوسايتوسيس والفاجوسايتوسيس بناء على حجم الموليكيول تمام. وحكينا عن البور ترانسبورت، هو عباره عن بورز موجوده داخل الميمبرين تسمح لمرور بعض الموليكيولز مثل اليوريا، وبالتالي تسمح لمرور بعض الدرجات من خلالها. وحكينا عن شيء بنسميه ايون بير، حكينا احنا اهم شيء بالادويه انها تكون ان ايونايز حتى تمر تمام. فبالتالي اذا كانت هي بوزيتيف راح ترتبط بالكاونتر بارت اللي لها ف نيجاتيف، فبالتالي بتعادل الشحنه تبعها، واذا كانت نيجاتيف بتتربط مع شيء بوزيتيف، فبالتالي تتحول من ايونايز الى ان ايونايز. مظبوط. هاي رجعه سريعه للمحاضره الاولى. محاضره امبارح لانه احنا وصلنا لعند ترانسفير اوف ذا دراج اكروس ذا ميمبرين، فبدنا نيجي على شيء اللي هو الجي اي فيسيولوجي. الجي اي تي زي ما بتعرفوا هو عباره عن مسكولر كامل تمام، بتبلش من المار تنتهي بالانس، في لها اكثر من بارت تمام. وزي ما بنعرف انه بالفيكس فيرست لو بما ان اغلب الادويه بتتبع الباسيف ديفيوجن، فبالتالي بتتبع فيكس فيرست لو، فبالتالي الديفيوجن كوفيشنت الثيكنس والسيرفس اريا بتتحكم بموضوع الابزوربشن او موضوع الديفيوجن بشكل عام. تليفونات قصيره شباب تمام. فبالتالي مثلا عندنا البكل اللي هو باطن الخد تمام، هو الثيكنس تبعه قليل، فبالتالي بما ان الثيكنس تذكر هو كان بالمقام مضبوط، فكل ما كان الثيكنس قليل دليل على ان الابزوربشن عالي. زائد انا بهمني الادويه انها اللي بتتاخذ اورال ما تروح على بس الميتابوليزم، بس احنا اغلب الادويه اللي بناخذها سواء كانت اورال او اي في راح تروح ينعمل لها ميتابوليزم. حكينا الميتابوليزم هو جزء من الاليمينيشن، شكل الاليمينيشن هي عباره عن ميتابوليزم اند اكسكريشن مضبوط. فبالتالي الادويه اللي بتتاخذ اورال بتمر بشيء كمان بنسميه فاست باس ميتابوليزم تمام، انه في انزيمز موجوده داخل الانتستم تمام مسؤوله عن الميتابوليزم. فبالتالي الادويه اذا اتاخذت اورال اغلبها راح تروح على فيرست باس، لكن البكل اريا مباشره راح تدخل على البلد سيركوليشن، فبالتالي ما راح يصير لها ميتابوليزم. فزي كان اعطينا الدواء اي في تمام، فبالتالي البيو افيلابيلتي تقريبا توصل 100% بالادويه اللي بتكون بكر تمام. تمام هسه في عندنا اكثر من شيء بياثر على موضوع الابزوربشن. في عندنا بالنسبه للفيسيولوجي في عندنا الانفايرمنت، ففي عندنا الجاسترونتستينال بي اتش، بنعرف ان البي اتش بيختلف على طول الجي اي، فبتكون اقل شيء بالاستومك، بعدين كل ما نزلنا على الانتستين
تبلش البي اتش ترتفع، بالتالي هذا كله راح ياثر على موضوع الايونايزيشن، وبالتالي راح ياثر على الابزوربشن. داخل الجي اي في عندنا انزيمز تمام، وفي عندنا اسيد، فبالتالي هذا كله راح ياثر على موضوع تكسير الدواء او تكسير البيبتايدز الموجوده، وبالتالي راح ياثر على موضوع الابزوربشن تمام. كمان في عندنا سبيسيفيك بكتيريا، احنا نعرف انه الجي اي فيها شيء بنسميه نورمال فلورا، اللي هو بكتيريا بتكون موجوده بالجي اي، ففي بعض انواع من البكتيريا مسؤوله عن افراز بعض الانزيمات مسؤوله عن تكسير الادويه، وبالتالي بتسهل موضوع الابزوربشن تمام. هسه موضوع الديزيز تمام، سامعين بالسليف او بالجاستريكتومي، طبعا هاي صارت موضه حاليا، اللي هم بيعملوا قص معده تمام. فهي الجاستريكتومي سواء كانت بارشل او توتال تمام، بالتالي اذا انا اخذنا جزء من المعده فبالتالي هذا راح يقلل وجود الدواء داخل الاستومك، بالتالي راح يكون مباشره الايزوفاجس بوصل لوين؟ للديودينوم تمام. فهذا الشيء شو بتتوقعوا يصير عندنا؟ انه راح يسرع عمليه وصول الدواء من الايزوفاجس للديودينوم، بالتالي راح يسهل موضوع الابزوربشن، وبالتالي بيوفيلابيلتي اعلى، لان الدواء ما راح يقعد بالمعده مزبوط. لكن اذا تعتبر هاي ادفانتج، كمان هاي تعتبر ديس ادفانتج، فالادويه اللي بحاجه انها تقعد بالمعده تمام، وبالتالي يصير لها تحطيم بالانزيمات الموجوده بالمعده، ما راح تقعد بالمعده حتى يصير لها تحطيم، فبالتالي هذا راح يقلل البيوفيلابيلتي لهي الادويه تمام. فهي ادفانتج وديس ادفانتج بنفس الوقت. دكتور حبيب ما بياثر على العمليات الحيويه لها او على لا، هو مش بيشيل المعده كامله تمام، هو جزء منها تمام، بس هم بيشيلوا من البادي، عرفت؟ فانا بضل في جزء من البادي موجود تمام، فبالتالي الانزيمات الموجوده بضلها موجوده تمام، ما راح يتاثر شيء، لكن راح تزيد موضوع الترانز، يعني راح تقلل موضوع الترانزيت تايم، او راح تقلل الريزيدنس للادويه وللفود داخل المعده، فبالتالي مباشره راح يتجه للانتست تمام. فمشان هيك مش بس بتاثر على يعني للابزوربشن للادويه، بتاثر على شغلات كثير، فاغلب الاشخاص اللي بيعملوا جاستريكتومي اصلا بيحكوا انهم ضلوا على سوائل وبياخذوا كميات قليله، فانه يعني هم بفوتوا حالهم دوام كبير تمام. في عندنا شيء بنسميه انستر ووتر لاير، هي عباره عن طبقه داخل الجي اي مكونه من ميوكس مكونه من ووتر، لكن مشكلتها انها ممكن تعمل كومبلكسيشن مع بعض الادويه زي التترا سايكلين، وبالتالي هذا بيقلل موضوع الابزوربشن تمام. هسه بالنسبه للجاستريك امتينج تمام، في عندنا شيء بنسميه ريزيدنس تايم تمام، او الجاستريك امتينج تايم، فبالتالي هو الريزيدنس تايم معناها كل ما كان الدواء او كانت الفود قاعد اكثر بالمعده تمام، وكل ما قاعد اكثر هذا دليل على انه الجاستريك ريت بيكون قليل، فهي علاقه عكسيه، فالريزيدنس تايم معناها قعدتها اكثر فالامتينج ريت بيكون اقل، واذا كانت الريزيدنس قليل فبالتالي الامتينج ريت بيكون سريع تمام. فهذا كله راح ياثر على موضوع الابزوربشن تمام، فكل ما كان الريزيدنس تايم قليل تمام، فدليل على ان الدواء راح يوصل للديودينوم بشكل اعلى، وبالتالي راح يكون ابزوربشن اعلى، وتكون سيتريشن داخل البلازما اعلى، مثال عليها الاسيتامينوفين تمام اللي هو الباراسيتامول، فكل ما كان الريزيدنس تايم قليل فبالتالي يكون سيتريشن داخل البلازما عالي. اغلب الادويه بيسك؟ لا اغلبها وياه ويكاسد ياه ويكاسد. اوكي طبعا ويكاسد بده يكون وسط حمله عشان يشتغل. مش شرط، هسه رح نحكي عنها تمام؟ تمام؟ في عنا شغلات بتأثر على موضوع الجاستريك امتينج، اللي هي موضوع الفوليوم، إذا كان الأكل بيحتوي على فات وكربوهيدرات فبالتالي هذا راح يكون الجاستريك امتينج قليل. كمان بعض الادويه زي الاتروبين اللي هي انتي كولينرجيك بتقلل موضوع الامتينج تمام. موضوع الفيسكوسيتي، كل ما كان البلك تبع الاكل بتكون فيسكوس وبالتالي هذا بياثر بيقلل موضوع الامتينج ريت او بيزيد موضوع الريزيدنس تايم. الديزيز ستيت، اذا كان الشخص عنده هايبوثايرويدزم فبالتالي بيكون ميتابوليزم قليل فامتينج ريت قليل، لكن اذا كان عنده هايبر ثايرويدزم فميتابوليزم عالي، بيكون هارت ريت عالي، كل شيء عالي، والامتينج ريت كمان بيكون عالي. طيب في عندنا كمان موضوع تاثير الاكل، هسه الاكل بياثر على موضوع الابزوربشن باكثر من طريقه، ممكن يعمل كومبلكسيشن زي موضوع التترا سايكلين مع الشغلات اللي بتكون دايتري برودكتس اللي فيها الكالسيوم، وكمان مع الايرون، فبالتالي لازم نعمل احنا مباعده
بين التتراسايكلينز وهاي الشغلات تحتوي على كالسيوم او ايرون، ممكن الاكل ياثر على البي اتش، فبالتالي انه نعرف احنا الاكل بس ناخذه هو راح يقلل البي اتش داخل المعده، تمام؟ فبالتالي الادويه اللي هي تحتاج لوسط حامضي حتى يصير لها امتصاص، فبالتالي الاكل بالتالي راح يقلل، وبالتالي راح يقلل موضوع الامتصاص، تمام؟ ممكن بعض الاكلات الشغلات حكينا اللي تحتوي على فات تحتوي على كربوهيدرات، فبالتالي حجم الهضم بيكون بيحتاج الى وقت اكثر، فبالتالي راح يقلل الجاستريك امبتينج، وبالتالي راح يقلل وصول الدواء للبلازما، وبالتالي راح يأثر على ايش نسميه الانسيت اوف اكشن، تذكروا اللي هو الوقت اللي انا بحتاجه لما اعمل ادمنستريشن حتى نوصل للمينيمم افكتيف كونسنتريشن حتى يبلش التاثير عندي، تمام؟ في عندنا كمان تاثير الاكل انه بياثر على الانتستينال سيكريشنز، تمام؟ في عندنا ممكن يكون في عندنا كومبيتيشن بين الاكل وبعض الترانسبورترز، وحكينا انه بعض الادويه تنتقل عن طريق الاكتيف ترانسبورت او كارير ميديت، تمام؟ حكينا المشاكل اللي بنصادف فانه ممكن يكون في عندنا كومبيتيشن او ساتوريشن، فواحد من المشاكل ممكن الفود او المركب تبع الاكل اللي احنا بناخذه يكون هو شبيه بعض الادويه، وبالتالي راح يكون سبستريت لهذا الترانسبورت، وبالتالي هذا راح يقلل انتقال الادويه عن طريق المبنى، تمام؟ فهي واحده من المشاكل اللي بنصادفها مع الاكل، تمام؟ كمان الفيسكوسيتي، فحكينا كل ما كان الوجبه تكون فيسكوس فبالتالي هذا راح يقلل موضوع الامتينج، تمام؟ ممكن بعض الاكلات تاثر على السيستميك سيركوليشن اللي هو موضوع الميتابوليزم، حكينا في عندنا شيء بنسميه فاست باس ميتابوليزم، هاي المشكله اللي بنصادفها مع ادويه الاورال انه بيكون في عندنا انزيمز موجوده مش فقط بالليبر كمان بتكون موجوده داخل الانتستين، سامعين بالسات كرونكي 450 هذا واحد من الانزيمات الموجوده بالليبر لكن كمان موجوده بالانتستين، فبالتالي في بعض الاكلات بتاثر على هاي الانزيمز فبتعمل شيء بنسميه انزيم اندكشن او انزيم انهبيشن. طيب فبالتالي لما اعمل انزيم اندكشن شو المقصود انزيم اندكشن؟ انا بزيد فعاليه الانزيم، بما انه بزيد فعاليه الانزيم واحنا حكينا الميتابوليزم انه بحول الدواء حكينا بنسميها الريفرسبل ترانسفورميشن، فبتحول من اكتف الى ان اكتف، بتحول من ليبيد سوليبل لواتر سوليبل، فبالتالي بزيد موضوع الاكسكريشن، فكل ما كان الميتابوليزم عالي بحول الدواء من اكتف الى ان اكتف، وبالتالي بزيد موضوع الاكسكريشن، فكل شيء بعمل انزيم اندكشن يعني بزيد فعاليه الميتابوليزم، فبالتالي بزيد تحويل الدواء من اكتف الى ان اكتف، وبالتالي بخلص من الدواء بقلل البيو افيلابيلتي داخل الدم، لكن اذا عملت شيء بنسميه انزيم انهبيشن قللت فعاليه الميتابوليزم، فبالتالي قل كميه الدواء اللي راح يعمل له اكسكريشن، فبالتالي راح يزيد كميه البيو افيلابيلتي، راح يزيد الكونسنتريشن، وبالتالي يزيد الافكت. واحدة من الشغلات او من الاكلات اللي هي الجريب فروت، تمام؟ الجريب فروت واحدة من مشاكله انه بيعمل انزيم انهبيشن لواحد من الانزيمات اللي هو سايتوكروم 3A4 اللي هو واحد من السبستريت لسايتوكروم T450، فبالتالي كل ما كان بيعمل انهبيشن فبالتالي اي ادويه تتاخذ معه فبالتالي راح يزيد الكميه اللي راح ما راح يصير ميتابوليزم، بالتالي ما راح يصير كميه اكسكريشن عالي، راح تكون كميه البي افيلابيلتي عالي، بالتالي افكت عالي. هذا الشيء طبيعي، لكن في بعض الادويه انا بيكون عندي نبغي طاقة كيندكس، وبالتالي ممكن يكون كمية الكونسنتريشن تكون اللي توصل للدم أعلى، وبالتالي بدخل توكسيسي، تمام؟ وزي ما بنعرف إنه إحنا هسا ليش الواحد دائما بس ياكل بيحس حاله صدع بعد الأكل؟ لأن البلد فلو مباشرة بيتجه على الجي آي، صح؟ فبالتالي كل ما كان بعد الأكل كل ما كان كمية الدم اللي توصل أعلى، فبالتالي راح يكون الابزوربشن احسن، تمام؟ وبالتالي انا زي ما بعرف انه من الاورا المشكله انه الادويه بس تطلع راح تروح على البارتل فين، وبالتالي راح تدخل على الليفر، فكل ما كان كميه الدم اللي توصل للليفر عالي، بما ان الليفر هو تحتوي على انزيمز والانزيمز هي تحتوي على سبستريت، فبالتالي اذا كانت الكميه اللي توصل عالي فبالتالي كميه راح يصير لها ساتوريشن، كميه ما راح يصير لها ميتابوليزم، اتوقع هذا الشيء راح يحقق لنا بيو افيلابيلتي اعلى، راح يحقق لنا سوري كونسنتريشن اعلى، وبالتالي افكت اعلى. وهي الرسمه اللي هي الفرق بين الكونسنتريشن لبروبرانولول اللي هو واحد من البيتا بلوكرز بعد ما واحد كان صايم وبعد ما كان ماكل، فلما يكون صايم فبالتالي كميه البلد اللي راح توصل للجي اي راح تكون اقل، فبالتالي راح يصير لها ساتوريشن داخل الليفر، بالتالي الميتابوليزم اعلى، كميه راح توصل للدم اقل.
لكن الاشخاص اللي بيكونوا بعد اكل فبالتالي كميه الدم اللي راح توصل للجي اي اعلى، ابزوربشن اعلى، كميه الميتابوليزم اقل، بيوفيلابيلتي اعلى، كونسنتريشن اعلى. مش ايوه في ادويه بتاخذ بعد الاكل، في ادويه بتاخذ قبل الاكل، تمام؟ فبالتالي احنا مهمتنا كفارماسيست تمام ننبه المرضى مشان موضوع الفود دراج انتر اكشن. فبالتالي زي ما حكينا مثلا زي التتراسايت اللي تتعارض مع دايتري برودكتس او تتعارض مع الكالسيوم او تتعارض مع الايرون، فبالتالي ننصح المرضى انه يا ياخذ التتراسايتين قبل بساعه او بعد بساعتين، فبالتالي لازم يكون في اباعد بيناتهم. الاشخاص اللي باخذوا يعني اخذ وجبه دسمه تمام تحتوي على كميه عاليه من الفات، واحنا بنعرف ان الفات شو بيعمل باخر الانسولين جريد تمام، فبالتالي بنصحهم انه مثلا اذا بده ياخذ دواء بدنا الافكت تبعه سريع، فبالتالي انه يباعد بيناتهم تقريبا بعد 3 ساعات تمام، حتى يكون انا اضمن انه كان انتين جريد سريع، بالتالي نوصل للجينيرال اسرع ويصير له ابزوربشن. في ادويه كمان تتاخذ حتى اللي بيسموها الانتي اسيدز تمام، فهاي الانتي اسيدز بتشتغل لما يكون السكريشن للاسيد عالي مثل الاتش 2 بلوكرز تمام، فبالتالي ننصح المرضى انهم ياخذوا هاي الادويه قبل الاكل. سامعين بالاوميبرازول لانسوبرازول هاي الادويه؟ ليش بنصح المرضى انها تتاخذ الصبح على الريق قبل الفطور بنص ساعه؟ لانه خلال هاي الفتره هو بيكون اعلى وقت ببلش فيه السكريشن تمام، فبالتالي راح يكون انسب وقت يشتغل فيه هاي الادويه تمام. في عندنا بعض الادويه تمشي على شيء بنسميه دبل بيك فينومينا تمام، اللي هو بيعطينا تو بيكس. احنا بنعرف اغلب الادويه بصير الابزوربشن بعدين بيطلع عندنا بيك بعدين بصير لها الليمينيشن او بصير لها ديسبوزيشن تمام، لكن بعض الادويه تظهر تو بيكس تمام، وهاي ترجع ل ممكن الجي اي موتيليتي، ممكن الانتيرو هيباتيك سيركوليشن، اكثر من سبب ممكن يعطينا هاي الفينومينا اللي بنسميها دبل بيك فينومينا تمام. والبري سيستميك ميتابوليزم زي ما حكيت قبل شوي، في عندنا انزيمز موجوده داخل الانتستين، في عندنا انزيم موجوده داخل الليفر، وهاي كلها راح ياثر على موضوع الفراكشن اللي راح يوصل للدم. فبالتالي اذا نشوف الميتابوليزم او نشوف كم البي افيلابيلتي لاي دواء بوصل للبلد سيركوليشن بعد الاورال ادمنستريشن تمام، في عندنا راح تشوفوها هاي الرسمه كمان بالفايل، في عندنا فراكشن راح يروح من اللومن لحد ما يوصل للجاستريك وول او سوري للجي اي تي وول بشكل عام، ومن الجي اي تي وول لبين ما يوصل للبورتال بين عن طريق الانزيم اللي موجوده هون، وبعد ما يوصل للليفر كمان في جزء راح يروح من الميتابوليزم. فكل هالفراكشنز اللي بدها تروح الجزء اللي بضل هو اللي بيكون بيو افيلبل حتى يصير له ديستريبيوشن وبالتالي يعطينا الافكت تمام. فبالتالي كل ما كانت كميه الدواء من هاي الفراكشنز اعلى فكميه الدواء اللي راح توصل للدم راح تكون اقل وبالتالي الافكت اقل. واضح؟ هاي المحاضره اللي سجلت لكم اياها امبارح تمام؟ بتوقع انه هيك عملنا ريفيجن سريع، واللي عنده اي سؤال بيقدر يسال تمام؟ هيك حكينا احنا عن الفسيولوجيكال فاكتور. هسه اذا بدنا نحكي عن شيء بنسميه فيزيكو كيميكال فاكتور. الفيزيكو كيميكال فاكتورز اللي هي البي اتش بارتيشن ثيوري، ريزولبيليتي، ديسوليوشن، دراج ستابيليتي، كومبلكسيشن اند ادزوربشن. اليوم راح نتعدى للريزولبيليتي، راح نمر على الدراج ستابيليتي، كومبلكسيشن، ادزوربشن. الديسوليوشن راح نحكي عنها بكره، السبب انه موضوع شوي هيك بايكي فبالتالي بده محاضرة لحال تمام؟ طيب شو المقصود بالـ pH partition theory؟ هسا بنعرف ان الممبرين هو المسؤول عن physiological membrane هو المسؤول عن مرور المولكيولز او الدراجز تمام؟ فبالتالي physiological membrane بالجي اي هو الابيثيليوم اللي بحيط بالجي اي تمام؟ فبالتالي هو بيمر بيسمح لمرور الادويه تكون ليبت سولابيل مش ووتر سولابيل فور من خلاله. وحكينا احنا كمان بهمنا موضوع الايونايزيشن، فبالتالي بهمنا الدواء يكون ايونايز ولا نون ايونايز حتى يمر نون ايونايز. النون ايونايز اللي بتمثل الليبت سولابيل، والايونايز اللي هي بتمثل الووتر سولابيل تمام. فبالتالي موضوع الايونايزيشن والنون ايونايزيشن هو بيحدد كميه الابزوربشن، بيحدد الريت اوف ابزوربشن. فبالتالي اذا كان كميه اكبر من الدواء تكون ان ايونايزد، فبالتالي بتكون كميه الابزوربشن عاليه وبنفس الوقت اسرع تمام.
بالنسبه لموضوع الايونايزيشن والانايونايزيشن، تمام، في عندنا اكثر من عامل بيعتمد عليهم الدواء حتى يصير له ابزوربشن. اول شيء بنسميه بي كي اي، او اللي هو ديس اسوسيشن، دي اسوسيشن كونستانت. في عندنا البي اتش، وفي عندنا كمان السوليبيليتي، تمام، او اللي هو السوليبيليتي. طيب هسه انا بهمني الدواء يكون ان ايونايز ولا ايونايز لموضوع الابزوربشن، لكن انا في نفس الوقت بهمني الدواء يكون سولبل، تمام. فالسولبل تعني ايونايزيشن وليس ان ايونايزيشن، فبالتالي بهمني الدواء يكون ايونايز حتى يكون سولبل، وبهمني يكون ان ايونايز حتى يصير له ابزوربشن. فبالتالي دي اسوسيشن كونستانت، تمام، بتحول الدواء من ان ايونايز الى ايونايز، ولكن تكون هي يعني زي ما بيحكوها باك اند فورد، تمام. فهي الدواء تحول من ان ايونايز الى ايونايز، تمام، داخل اللومن، تمام، حتى يكون سولبل داخل الجي اي، تمام. لكن اذا تحول لان ايونايز، لان ايونايز هو اللي مسموح له انه يمر من خلال الممبرين، فبس يوصل للغض بوصل ان ايونايز، ولكن اذا وصل ان ايونايز هو نوت سولبل، فبالتالي لازم يتحول الى ايونايز حتى يصير له سولبلتي داخل الغض. فبالتالي كل هاي الفاكتورز اللي هي موضوع البي اتش داخل داخل اللومن او داخل البلد، اللي اسوسيشن كونستانت، تمام، سواء للدرج داخل اللومن او داخل البلد او السوليبيليتي، هاي كلها فاكتورز بتاثر على موضوع الابزوربشن. طيب سامعين بالهندرسون هسي الباك اكويشن اللي حكيناها المحاضره الماضيه، تمام. هاي معادله ايش؟ ويك اسيد ولا ويك بيز؟ ويك اسيد، تمام. فبالتالي انا بهمني الدواء مشان يكون له ابزوربشن اعلى يكون بالان ايونايز فورم ولا الايونايز فورم؟ ان ايونايز، فبالتالي بهمني يكون هذا المكان، مضبوط. فبالتالي كل ما كان الانش بلس عالي فراح يتفرق مع الاي ماينس اكثر، وبالتالي راح يتجه الى الشمال، وبالتالي راح يكون يتحول لان ايونايز، وبالتالي يكون ابزوربشن اعلى. من هاي المعادله اشتقينا منها معادلة البي كي اي، فبالتالي البي كي اي ماينس بي اتش تساوي للان ايونايز على الايونايز، اللي هي اتش اي اوفر اي ماينس. بالنسبة للويك بيز المعادلة راح تكون بي كي اي ماينس بي اتش تساوي للان ايونايز اوفر ان ايونايز. طيب شو هذا يعني؟ هذا يعني انه انا كل ما كانت البي كي اي قليلة، فبالتالي بالنسبة لنحكي للأسيد، بما أنه إحنا أغلب الأدوية حكينا يا بتكون ويك أسيد يا بتكون ويك بيز، فبالتالي كل ما كانت البي كي اي قليلة تعني إنه الدواء بالنسبة للأسيد راح يكون سترونج أسيد، مظبوط، وبالتالي راح يكون أيونايز ولا نون أيونايز؟ راح يكون أيونايز، وبالتالي موضوع الأبزوربشن راح يكون قليل، تمام. والعكس صحيح بالنسبة للبيز، فكل ما كانت البي كي اي قليلة، تمام، بيكون بالتالي ان ايونايزد اعلى، وبالتالي بتكون ابزوربشن افضل. وهذا هو الجدول. فبالتالي انا اذا كانت عندي مثلا البري اسيد يكون البي كي اي عالي، تمام، فبالتالي بتكون ان ايونايز، وبالتالي بتكون ابزوربشن افضل، يثار عليها في نظام ثاني. لكن للمده البي اسيد بتكون 2.5 بي كي اي، ولكن اذا كانت اقل من 2 بتكون سترونج اسيد، وبالتالي بتكون ايونايز، وبالتالي تكون ابزوربشن اقل، تمام. لكن موضوع البيزس، تمام، اذا كانت البي كي اي عالي اكثر من 11 راح يكون سترونج بيز، لكن راح يكون ايونايز، وبالتالي ابزوربشن اقل. ولكن اذا كانت البي كي اي اقل من 5 راح يكون فيري ويك بيز، مثال عليها ثري فيلين وكثير، راح تكون ان ايونايز، وبالتالي راح يكون ابزوربشن افضل، تمام. وزي ما حكيت لكم الويك بيزس اي شيء منتهي باي ان اي تعتبر بيز، وبالتالي خفيين خفيين كليين، تمام، تعتبر ويك بيزز، تمام. عندكم اي سؤال؟ في شيء مضحك؟ ايه؟ بشكل سريع بس امشي بشكل اسرع؟ لا لا بشكل سريع سريع لك فيها بشكل سريع. حاضر، حكينا كل ما كانت البي كي اي اقل بالنسبه للاسيد، تمام، هذا دليل على انه انا عندي سترونج اسيد، تمام. فكل ما كانت سترونج اسيد بتكون هو عباره عن ايونايز، وانا لما احكي ايونايز بتكون ابزوربشن اعلى ولا اقل؟ اقل.
لكن لما نحكي عن ويك بيزس تمام، كل ما كانت البي كي اي قليله تمام بيزيد الابزوربشن، بالتالي بيكون انتي تمام. فبالتالي اذا بدنا ناخذ مثلا اكثر من 8 بي كي اي حتكون هي بيز ويك ويك اسيد. بالنسبه لي انا بحكي عن اسيد ما بحكي عن بيز تمام. اذا نحكي عن اسيد كانت البي كي اي اكثر من 8 راح تكون ويك اسيد، وبالتالي راح تكون انتي نايز، وبالتالي ابزوربشن افضل. لكن اذا كانت اقل من 2 بالنسبه لاسيد راح تكون سترونج اسيد، وبالتالي راح تكون ايونايز والابزوربشن قليل. العكس بالنسبه للبيز، فاذا كانت البي كي اي اكثر من 11 تمام راح تكون ايونايز، وبالتالي راح تكون هي اقل ابزوربشن. ولكن كل ما قلت البي كي اي بتحول الى ويك بيز، وبالتالي بتكون ان ايونايز، وبالتالي ابزوربشن اعلى. مو احنا بنعرف معنا كل دواء له بي كي اي وله بي اتش تمام. فالبي كي اي هو كل دواء له بي كي اي خاص فيه، والبي اتش اللي هو اختلاف داخل مثلا داخل اللومن او داخل المسام تمام. فانا بعرف مثلا انا بعطي دواء بيكون البي كي اي له عالي، وانا بعرف انه اسيد تمام. فبالتالي هذا يعني اذا كان اسيد راح يكون بالتالي راح يكون ويك اسيد، وبالتالي راح يكون ان ايونايز ابزوربشن. لكن اذا بعطي هذا الدواء بيس من التركيب تبع الكومبوزيشن الكيميكال ستراكشر، اذا من الكيميكال ستراكشر تعرف انه مثلا كل ما كثرت ال ان اتش 3 او اللي هو الامين جروب تمام، ده يعني انه بيس وليس اسيد صح. واذا كثرت ال اتش تمام مجموعات فيها تمام تكون اسيد تمام. فانا مثلا من المرقم فبعرف انه هذا اسيد ولا بيس. من البي كي اي كل دواء له بي كي اي خاص فيه، فاذا كان انا عندي بيس كان البي كي اي تبعه كثير عالي، فبالتالي انا اتوقع انه يكون سترونج بيز، فبالتالي راح يكون ايونايز، وبالتالي راح يكون ابزوربشن قليل تمام. طب بيأثر على مكان الامتصاص؟ بس هسه راح نحكي عن شغله كمان، يعني مش شيء هو بالمطلق تمام. بس احنا بنعرف انه الويك اسيدز وين افضل مكان للامتصاص تبعها؟ بالاستومك. السبب لانه يكون اتش بلس عالي، فبالتالي كمعادله تتجه من الايونايز الى ان ايونايز، بالتالي بيكون ابزوربشن افضل. ولكن هل هذا الشيء بالمطلق؟ لا. في بعض الويك اسيدز تمتص عن طريق السبب انه حتى هاي الثيوري في لها ليميتيشنز تمام؟ في لها يعني نحكي انه شغلات تضحوا هاي النظريه. اول شيء تمام؟ انه الانتستين هي الابزوربشن فيها عالي، لان السيرفس اريا كمان فيها عالي، فبالتالي هذا راح يزيد موضوع الابزوربشن تمام. ثاني شيء الترانزيت تايم داخل الانتستين عالي، فبالتالي الدواء راح يطول داخل الامعاء لوقت اكثر، فبالتالي هذا راح يزيد فرصه ايش الصبايا اللي بثلاث في اخر شيء. طيب فبالتالي الترانزيت تايم راح تكون بالانتستين قليل، او الريزيدنس تايم عالي تمام، او الامبلينج ريت يكون قليل، فبالتالي هذا راح يسمح للدواء انه يصير الابزوربشن افضل تمام. ثاني شيء في عندنا شيء بنسميه مايكرو ليميت بي اتش. فالمايكرو ليميت بي اتش اللي على جدار الانتستين تختلف عن اللومن تمام. احنا اللومن بنعرف انه او اللي هو زي ما نحكي الداخل الانتستين تمام، بيكون البي اتش تبعها عالي ولا قليل؟ عالي. لكن كل ما اتجهنا الى الابيثيليوم تمام، البي اتش قاعده بتقل تمام، فبالتالي يكون اقل منها بالانتستين لكن اعلى منها بالاستومك، فبالتالي هذا بيسمح لموضوع يتحول من ايونايز الى ان ايونايز، وبالتالي راح يسمح موضوع الابزوربشن تمام. وفي عندنا اللي هو انستيرد لاير تمام، هاي كلياتها من الليميتيشنز الموجوده للويك اسيد، وبالتالي بتسمح للويك اسيد تمتص عن طريق الانتستين وليس عن طريق الاستومك. في جزء يمتص عن طريق الاستومك، لكن ما بنحكي انه لا يمتص عن طريق الانتستين، ولكن بسبب هاي العوامل بصير في عندنا ابزوربشن من خلال الانتستين. واضح؟ اي سؤال؟ طيب حكينا عن موضوع البي اتش بارتيشن ثيوري، هسه بدنا نحكي عن الليبيد سوليبيلتي. حكينا بدنا الدواء يكون ليبيد ولا ووتر سوليبيلتي؟ تمام؟ طيب فاذا حكينا الدواء كان ليبيد، فبالتالي راح يسهل موضوع الامتصاص، ولكن اذا كان ليبيد كيف بده يذوب بالدم؟ كيف بده يذوب باللومن؟ انزيم انزيمز كيف؟
مكان تبت ماشي بعمل تبت تمام تمام. جزء هاي الفيلم حتى يقول سواء لا بالدم ولا بالإنزال صح؟ ماي بروتين ماي بروتين تمام. هاي واحدة من الوسائل اللي احنا نقدر نستخدمها حتى نجيب السلوكي. لكن كل الأدوية هي فيها جزء يكون بدون بالليبت فيها جزء بدون بالوقت تمام. فبالتالي احنا نسميها partition coefficient تمام. فبالتالي انا بهمني الدواء يكون فيه جزء بدون بالليبت في جزء بذوب بالواتر. لكن النسبة اللي بين يكون بذوب بالواتر وبذوب بالماء في شيء بنسميه اللي هو هيدروفيليك لايبوفيليك بالانس تمام. فمشان هيك طلعوا القانون اللي هو البارتيشن كوفيشن اللي هو الكونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا ليميت الكونسنتريشن داخل الواتر. فكل ما كانت البارتيشن كوفيشن تعالي هذا دليل على انه هو لايبوفيليك ولا هو هيدروفيليك لايبوفيليك. فبالتالي بكون ابزوربشن تمام. بس هسه بعض الأدوية مرات ممكن يكون هو نان ايونايزد ومايمر. شو السبب؟ يعني هسه حكينا احنا واحدة من الشغلات اللي بتهمنا موضوع الابزوربشن ان الدواء يكون ان ايونايزد صح؟ واذا كان ايونايزد ما راح يمر. هسه ممكن يكون الدواء ان ايونايزد ومايمر. السبب ممكن يكون هيدروفيلك تمام. فبالتالي احنا مشان هيك لما حكينا فيزيكو كيميكال بروبرتيز حكينا في اكثر من عامل. ممكن يكون الدواء ان ايونايزد وما يمر سبب انه يكون هيدروفيليك. فبالتالي انا بهمني يكون ان ايونايزد ولايبوفيليك حتى يصير له ابزوربشن. طيب واذا كان ان ايونايزد وهيدروفيليك ان ايونايزد وهيدروفيليك بالضبط ايش بعمل عشان وأنا بحكي لك في عندنا فاكتورز ثانية إحنا نقدر نشتغل عليها. حس هاي مثلاً مشكلة إنه هيدروفيليك أو لايبوفيليك هاي على تركيب الدواء نفسه. فبالتالي أنا بالتالي بقدر أعمل أضيف شغلات على الدواء حتى صحيح حتى تزيد موضوع الأبزوربشن. لا هو ثابت يعني أنت لما تضيفيه هو في جزء راح يذوب بالمي في جزء راح يذوب بالليبل. هو هيك تركيبه تمام. فانت ممكن تغيري على الاستراكشر تبعه ممكن تضيفي مواد على الدواء بالتالي تزيدي اللايوفيليسيتي تبعه او تحطي له شغلات يسموها ويتنج ايجنت تضيفيها على السطح فبالتالي تحولي انه يقدر يذوب بالمي فبالتالي انه يقدر يوصل تمام. فاذا كان الدواء كثير ليبت سولبل تمام الوتر سولبلتي جدا قليل طبعا كيف يذوب بالمي يعني اذا حطيتيه بالمي مباشره راح يطفو على السطح. فبالتالي كيف راح يمر بالجي اي وبالتالي راح يصير له ابزوربشن. فبالتالي انا شو لازم اعمله؟ بعمل له انجلفمنت او بغلفه بشيء حتى اللي بسموها ويتنج ايجنت فبالتالي بساعد موضوع الوتر سوليبيليتي. لكن انا بعرف انه بس يوصل لمكان يكون مثلا على الممبرين فبالتالي راح تفك هاي ال شو اسمه الشيء اللي حواليها او الكابسول اللي حواليها تمام. هي مش كابسولز ولكن هو واحده من الطرق الموجودة تمام اللي هي مثلا زي الانتريك كوتد وهي الموضوع تمام. حسب بالنسبة لموضوع الديسوليوشن تمام. الديسوليوشن راح نحكي بس هاي السلايد وراح نكمل بالسلايدات الثانية بكرة تمام. حسب أنا الدواء بهمني انه ما يضل سوليد فبالتالي لازم يصير له اول شيء ديسنتيكريشن تمام يتحقر تمام حتى بعدين يصير له ديسوليوشن بعدين راح يصير له ابزوربشن. فبالتالي التابلت كتابلت ما راح يصير له ابزوربشن اللي اذا صار لها disintegration اللي صار disintegration بعدين حصل هاش dissolution. لكن بناء على هاي فبالتالي موضوع disintegration أو dissolution بشكل عام يسمى rate limiting step. فبالتالي هي خطوة بتحدد كمية الأبزوربشن اللي راح تصير عندي. فبالتالي أنا إذا ما صار disintegration ما صار dissolution ما راح يصير absorption سواء كان hydrophilic أم ionized ما راح يستفيد صح. فبالتالي أهم خطوة يصير للدواء إنه يصير له ديسوليوشن اللي قبلها تتبعها لموضوع الديسنتجريشن موضوع تمام. وبالتالي بكره راح نحكي اكثر بموضوع الديسوليوشن. بس لا ما خلصنا مستعجلين بعدنا يعني نكون طولين بالاجازه. لا انا حكيت راح اكمل بس هذا الموضوع لبكره تمام. هسه بالنسبه لموضوع الدراج ستابيليتي اند هيدرونيسيس ان ذا جي اي تمام. هسه بعرف ان بعض الادويه تمام
ما راح تتحمل الانزيمز او ما راح تتحمل الاسيديتي الموجود عندي داخل المعده، تمام؟ فبالتالي راح اقلل كميه الادويه اللي راح توصل للديدينوم او للانسولين بشكل عام، وبالتالي يصير موضوع الابزوربشن، تمام؟ فمثلا دواء زي الريسبوماسين هو واحد من الانتيبيوتيك، تمام؟ ما بتحمل الاسيديتي العاليه الموجوده داخل الستوم، فبالتالي شو الحل اللي قدامي حتى اجيب الستيبيليتي تبع الدواء؟ بعمله كيف تعمله نيس ممتاز. لازم تغير على كيف الكيميائي، بالتالي ممكن أنا أحوله إلى بودرة، تمام؟ أحوله إلى دواء، ولا زي ما حكينا موضوع أسبرين، تمام؟ عشان أسبرين حكينا اسمه أسيتيل ساليسيليك أسيد، فبالتالي أسيتيل ساليسيليك أسيد اللي هو البودرة، فالميتابوليزم اللي هو بحوله إلى أكتيف درج، فبالتالي أنا ممكن أغير على تركيبته أحوله إلى شيء بنسميه اريثرومايسين ستيريل، تمام؟ فبالتالي هذا الدواء راح يكون سوليبيتي تبعه قليل في الاستومك، لكن راح تكون اعلى داخل الانتستين، وبالتالي هذا راح يزيد موضوع الابسوربشن. شيء ثاني سامعين بالانتريك كوتينج؟ الانتريك كوتينج اللي هو نفس الدرج انا بعرف انه ما بتحمل اسيديتي عالي، فبالتالي بغلفه بشيء بتحمل اسيديتي، فبالتالي انا حتى لو حطيته بالمعده، تمام؟ راح يضل ثابت، ما راح يصير عليه شيء، تمام؟ راح يتحلل. ولكن اذا فتحت البي اتش مباشره هاي الطبقه اللي عليه راح تفتح، تمام؟ فبالتالي انا بتحكم وين صار في له ريليز او مكان وين طلع الدواء عندي. فهو ما طلع بالستومك، طلع داخل الانتستين. بما انه انا دواء بعرف انه هو بتحمل البي اتش العالي داخل الانتستين، فبالتالي اذا طلع الدواء داخل الانتستين مش داخل الستومك، فبالتالي انا بقدر يصير عندي ابزوربشن، وبالتالي راح استفيد من الدواء يوصل للبلط، وراح بالتالي يعطيني الافكت اللي انا بدوره. فبالتالي انا كيف بقدر احل موضوع الستابيليتي؟ اول شيء اما انه بغير على تركيبته، وبالتالي بتحكم وين راح تصير الستابيليتي داخل المعده او داخل الانتستين، او انه بعمل له شيء بنسميه الانتريك بوت، تمام؟ دكتور نقدر نضيف ماده او يعني الدواء نفسه اللي يقلل الاسيديتي لما يعمل الريسينج، يعني مثلا ممكن واحد من الحلول مثلا انت تعطي ادويه، تمام؟ تخفف الاسيديتي داخل المعده، وبالتالي ما يصير له مثلا ما يصير له ريليز داخل المعده، وبالتالي يتلج من الانتستين، تمام؟ يعني دوايين مع بعض ممكن تعطي دوايين مع بعض، تمام؟ هسا موضوع الدوايين مع بعض في بعض الادويه، تمام؟ هي ترفع الاسيديتي او تعمل يعني ممكن توصلنا لألسر، فبالتالي بتنعطى فقط مع مثلا الاشتو بلوكرز او اللي هو مثلا الاوميبرازول او اللانسوبرازول، تمام؟ لان هاي الادويه تعتبر يعني بتزيد الاسيديتي، وبالتالي ممكن تاثر على المعده، تمام؟ لكن فكره انك تعطي ادويه مثلا للمعده تخفف الاسيديتي، وبالتالي ما راح تفتح بالمعده، راح تفتح بالانتستين، كمان فكره، تمام؟ فاي شيء انت بتقدر تغير عليه على موضوع البي اتش بارتيشن ثيوري اللي حكيناها قبل شوي، هذا راح ياثر على موضوع الابسوربشن، تمام؟ لكن هاي واحده من الطرق اللي انت ممكن تستخدمها، تمام؟ بالنسبة لموضوع الكومبلكسيشن، حكينا انه تذكروا لما حكينا عن التراسايتين اللي بيرتبط بالدايتري فودكس، تمام؟ فبالتالي راح يقلل موضوع الابزوربشن، فبالتالي انه يتحت الدواء مع اي شيء موجود داخل الجي اي، هاي بسميها كومبلكسيشن، وهذا الكومبلكسيشن ممكن يكون مفيد، ممكن يكون مش مفيد بالنسبة لنا، ممكن يكون مفيد وبالتالي يزيد الابزوربشن، ممكن يكون مش مفيد وبالتالي يعمل زي كليشن، يتكتل مع بعضه وبالتالي يقلل الابزوربشن. مثال على شيء مفيد بموضوع الكومبلكسيشن، مثلا الادويه اللي بتكون ليبت سوليبل زي ما حكيت قبل شوي، ترى ممكن اضيف عليها ووتر سوليبل كومبلكسينج ايجنت اللي هو بسموه سايكلودكستريم، تمام؟ فبالتالي انا الليبت بعرف انه ما راح يذوب بالمي، فبضيف له هاي الماده بعمل له زي شيث، تمام؟ بضيف له شيء يخليه يذوب بالمي، فبالتالي انا راح ازيد موضوع الابزوربشن. لكن مثلا اذا الكالسيوم عم تتراسل من كان بعمل زي الكومبلكس، وبالتالي بقلل موضوع الابزوربشن. موضوع الانتستينال ميوكوزا بتتحل مع الستريبتومايسين، فبالتالي راح يعمل لنا كومبلكسيشن، بالتالي راح يقلل الابزوربشن. وبالمحاضره الماضيه كمان التترا ساكلين هو بيتحد مع الانسترد ووتر لاير، وبالتالي بقلل موضوع الابزوربشن. الكاربوكسي ميثيل سيلولوز اللي هو بيستخدموه تصنيع الثابت مع الامفيتامين بيعطينا كومبلكس وبتكون بورلي سولبل، فبالتالي موضوع الكومبلكسيشن ممكن يكون مفيد، ممكن ما يكون مفيد، تمام؟ اخر شيء موضوع الادزوربشن.
سامعين بالأدزوربشن مش الأبزوربشن. أدزوربشن. هو مش العكس. لو عدنا بالعربي معناها ادمصاص وليس امتصاص. تمام؟ ادمصاص وليس امتصاص. الأدزوربشن معناها إنه بيكون في عندنا موليكولز معينة تمام تفترض على سطح الدواء إذا اتخذ الطعم. تمام؟ فبالتالي تعرفوا سامعين بالشاركول. الشاركول هو الفحم. تمام؟ هسه ليش الأشخاص اللي بياخذوا هذه المرات تعطوهم أنتيبيوتيك الشاركول حتى يكون بيسموها أنتيلوز. تمام؟ اللي هو مضاد سمي. تمام؟ هسه الشاركول بس ياخذوه بالتحت مباشرة بيفترض على سطح الدواء وبالتالي بقلل موضوع الأبزوربشن وبالتالي ما راح يوصل للدم وبالتالي بقلل موضوع التوكسيسيتي. تمام؟ فالشاركول هو بيشتغل موضوع أدزوربشن. تمام؟ فتعريف الأدزوربشن تمام؟ هو عبارة عن غاز أو ليكويد بيرتبط على سطح ليكويد أو سوليد. تمام؟ فبنسميها الأدزوربشن والفيلم أو الطبقة اللي بيكونها بنسميها أدزوربشن. تمام؟ فبالتالي ممكن يكون الشاركول نستخدمه هو بيستخدم كأنتيلوز أو الكاوليت أو التساك. تمام؟ هذا موضوع الأدزوربشن. عندكم أي سؤال؟ اليوم حاسكوا هيك فايتين بالحياة ولا تسموتوا بالحياة بالمادة. نعم؟ أنا بالبداية يعني حاولت أن أراجع كل محاضرة مشان يوصل لهم. تمام؟ فإذا تقرأوا محاضرة في المادة إن شاء الله اللي أروح أنزلكم إياها وستين كل الموضوع. تمام؟ يعطيكم ألف عافية.